أنا صابيت فيها الساعة 3:30 بالليل، انصاب واحد مكسورة ايده وانشتت بقرته، برشبت مع ابن اخويا بالسيارة وانصابينا شي 3 كيلومتر اربعة انصابينا بالسيارة. ما عيشنا بيجينا اللي يجي على الشاء هنا اللي يجي هنا والعنده 10 رؤوس يرجع يشوفهن ويرجع على الشادر وهين على خيام هنا. بعته وخليته بالليل لا اروح عليه ولا ادري عليه شو اسوي بيه، ما اقدر عاد ارجع لي قادم منه وبخالص ارجع الموت قادم الى هنا احسن لي. هذا الحقيقه يعني هنا ادفالي واحسن لي، والمشفى قريب علي صابني ربولي صابني شغله يعالجوني هنا.